بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة يوم الجمعة الصبح، رايحين دلوقتي سوق الجمعة، دلوقتي في المطرية مستني أحمد أبو هاجر، عمال أرن عليه 15 رنة عبال ما رد عليا. طبعا لسه صاحي دلوقتي وأنا واقف مستنيه في الشارع، مستنى دلوقتي هيجي دلوقتي لابس كمامة. واخيرا بعد عناء في الشمس والحر وحوالي ساعه في الطريق وصلنا سوق الجمعه. الحمد لله الحمد لله. طبعا يا جماعه السوق شغال اهوت، مفيش اي مشكله والدنيا حلوه. ايه الناس دي كلها ايه؟ بيقول لك اهو يا جدعان السوق، اهو يا جدعان اهو ناس ماشيه بحمام وعصافير وسلاكات وشيالات والدنيا حلوه. ايه ناس بتقول لنا بره على اول السوق، السوق مش شغال. طب السوق مش شغال، البني ادمين دي كلها، البني ادمين دي كلها جايه تعمل ايه؟ ما تخافش انا بعرف اسوق كويس يا جماعه، انا سايق اهو مش ماشي على رجلي اهو، بس هو السوق رايق بقى، الناس خافت تنزل دايما. حمام ده ولا مش حمام يا جدعان؟ حمام اهو، سلكات دي ولا مش سلكات؟ شيالات اهي اهي اهي. السوق ده ولا مش سوق؟ بس المحلات كلها مقفله. لا اللي هي شغاله، اصل العياده مالهاش علاقه. يا جماعه للاسف احنا اتغفلنا والسوق طلع مش شغال ولا حاجه، الناس اللي واقفه بس واقفه بشيالات وحاجات زي كده بس، المحلات كلها قافله. والشارع الجزار ورايا اهو، ده شارع الجزار طبعا، ولا سلاكه ولا تاجر ولا غاوي واقف فيه، الشارع فاضي خالص اهو. والسوق طبعا ورانا في ناس بس كلها واقفه بشيالات، مفيش حد فارش، مفيش فروشة حمام خالص طبعا، والدنيا فاضية خالص. هنرجع دلوقتي بقى، خلاص احنا كنا جايين نجيب أدوية بس للأسف مش لاقيين أي حاجة، وخلاص هنرجع. أبو هاجر أهو بيمس عليك. أحلى مسا يا جدعان، غفلنا النهاردة، كنا عايزين حاجات من السوق ما عرفناش نجيبها، فيلا ربنا يعوض في أيام تانية إن شاء الله. نطلع بقى نشد على أي مطعم ناكل أحسن، الموضوع خلاص كده يعني، ولا أكل ولا سوق تبقى وحشة. يلا بينا.